شوف يا اخي، سبحان الله، يعني هو نفس اليوم بالظبط، نفس اليوم اللي اداره برشلونه بتسرب فيه اخبار ان هم اتفقوا مع اداره يوفنتوس على ميرلين بيانيتش مقابل ارسل مينيو، وارسل مينيو راح ب 80 وهيجيبوا ميرلين ب 70. هو نفس اليوم اللي بتلاقي ان فرقه برشلونه فيه اللي نوعا ما معديين ال 30 سنه ونوعا ما عواجيز بتلاقيهم سيئين جدا جوه الملعب، واللي بيديهم روح واللي بيديهم شويه امل هي لعيبه الشباب زي انسو فاتي وزي كمان ريكي بوياج. الاثنين لما بينزلوا بتلاقي ان الفرقه نوعا ما بتتحرك لقدام. هو نفس اليوم برضو اللي احنا هنغير فيه لعيب عن 23 سنه بلعيب 30 سنه، اللي هو اداره برشلونه نفخت المنطق وضيعت كل حاجه، وبتعرفك الايام اللي جايه بالنسبه لك كمشجع برشلوني هتبقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. صديقي قبل ما اكلمك في اي حاجه، هو انت لا صديقي ما بتقوليش ان انا كان عندي حق ساعه ماتش ريال مايوركا لما قلت يا جماعه ما تستنوش من الفرقه دي اداء، ولا تستنوا من كيكي 60 ان هو يعمل تغييرات تغير الدنيا، لان لا الفرقه كويسه بدنيا علشان خاطر كل 3 ايام تلاقيهم بيلعبوا ماتش، ولا كمان كيكي 60 هيعرف ان هو يفيد الفرقه بخططه وبتغييراته العبقريه اللي جوه التشكيله اللي ممكن يعملها. يعني راجل شايف مثلا ان ارسور ذهنيا بره الملعب، فحبكت النهارده بالذات ان انا ابدا بارسور اللي هو صباح الفل، انت عايز ايه يابا من مدرب زي ده؟ مش عايز منه اي حاجه، مدرب تحس ان هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يضغط على ارسول علشان خاطر يخليه بره الفرقه، والاداره نفس الوضع بالنسبه له. طب الولد هيقعد ليه؟ غير ان هو اساسا هياخد فلوس كتير قوي في يوفنتوس، ف مش 4 مليون او في كلام كمان ان هو ياخد 7 مليون، هو هياخد ضعف اللي بياخده في برشلونه اللي هو 2 مليون و200 الف وعليهم ضرائب 60%، والكلام ده يعني مش غريب على اداره برشلونه ان هي تحاول تطفش لاعب، لان هي دلوقتي عملت نفس السيناريو مع ديمبلي وعملت نفس السيناريو مع كوتينيو. ايه علاقه ده بالنهارده؟ ما انت مستني ايه يا ابني؟ يا ابني كلها منظومه من الى 60 نيله. مفترض يعني ان احنا كنا ننزل الماتش ده علشان خاطر اتعادلنا مع تشيبيليه وبقينا مركز تاني، ننزل بقى نجزر وننزل ننفخ اتلتيكو بالباو جوه الملعب. الكلام ده ممكن تعمله فرقه عندها حميه وعندها روح وعندها حماس، ومدرب واقف من بره على الخط عمال يتنطط علشان خاطر لازم الفرقه تكسب وترجع لمستواها الطبيعي وترجع كمان لمحاوله ضغطها على ريال مدريد. انما انت النهارده كسبت، صح؟ انت كسبت ومفترض ان انت رجعت لصداره الليجا. هل انت مثلا حاسس ان في امل ان الفرقه تاخد الليجا السنه دي بالمستوى اللي انت شفته النهارده؟ انت بقيت متاكد بنسبه كبيره جدا ان انت محتاج ريال مدريد يفضل يخسر 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 علشان خاطر احنا هنضيع شويه نقط قدام، بس هنضيعهم امتى بقى؟ الله اعلم. يعني انا النهارده كنا ممكن نضيع نقطتين عادي جدا علشان خاطر الفرقه ما عندهاش حلول هجوميه، علشان خاطر نص ملعبنا بطيء، علشان خاطر ما عندناش تحضير نوعا ما سريع بيربك الخصوم، لان الخصوم عارفه لعبك المتوقع اللي هو هجوميا انت هتسند على ميسي وهتستنى دعم من سواريز. جريزمان على فكره انا مش من الناس اللي بحب جدا انطوان جريزمان، بس انا من الناس المقتنعه ان انطوان جريزمان واحد من الناس المظلومه جدا جدا ومنظومه كيجي 60 زيه زي عثمان ديمبيلي زيه زي كوتينيو زي اي حد، فاهمين انه لازم ننجح من 4-3-3 اللي هو يا جماعه على فكره في مدربين بيغيروا 4-3-3 عادي، بس عادي يعني انت اسهل حاجه تقعد تشتم في جريزمان وتقول لعيب في جريزمان وخطه مش بتناسبه، لا دي حاجه مش بتاعتنا احنا، اهم حاجه ان هو يجيب جون. طب بالنسبه للكوره اللي هو ضيعها ساعتها ما شفتهاش يا ابني؟ شفتها، بس الراجل الجون طلع وقفلها حلو قوي، غير ان هو تصرفه كان سيء، غير ان دي كانت تقريبا اول او ثاني كوره يلمسها انطوان جريزمان من اول ما نزل الماتش. فجريزمان من الناس اللي منظومه مظلومين جوه المنظومه والناس اللي عندهم مشاكل كتير قوي جوه منظومه كيكي 60. اما نص الملعب، يعني نص الملعب بقى يعني الراجل النهارده بيعمل التريكايه اللي هو انزل ريكي بوياج مكان ارسول علشان خاطر على فكره لو ارسول مشي ريكي بوياج هو اللي هيلعب. لا يا حبيبي، احنا عارفين اساسا انك جبان، ولو كملت السنه دي علشان خاطر انا عن نفسي متوقع لك انك تطلع صفر بطولات، لان بالمستوى اللي انت فيه ده وبتغيراتك اللي من بره الملعب الفرقه دي لازم تطلع صفر بطولات علشان خاطر لازم تعمل ثوره. لو ما عملت الثوره بالفرقه الحاليه دي خلاص هنفضل في حالنا من ايه ب 60 نيله، مفيش جمل تكتيكيه، مفيش تحركات، مفيش سرعه، مفيش ريتم، مفيش اي حاجه خالص، احنا كل اللي فيه ميسي تاخده وتحطه في اي حته برواز جميل وتتفرج عليه زي الفل، هو بس اللي احنا بنقدمه النهارده كبرشلونه. طب بالنسبه بقى لسبب الانتقام وكده، لا 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 بروت بروت بروت، هدوء هدوء هدوء، بطء، ايقاع ميت، حاجات كتيره قوي ماتت في الفرقه، بس عادي احنا مكملين. ليه؟ محدش عارف ليه. اداره شايفه ان هي هتكسب لو بعت ارسر، وشايفه ان هي هتكسب علشان خاطر لازم تجيب لاوتارو مارتينيز ونيمار، اللي هو برضه تسال نفسك ليه لاوتارو ونيمار؟ ما اجيب لعيبه نص ملعب واجيب لعيبه مساكين، لا احنا عايزين لاوتارو ونيمار، ما احنا بقى هنهاجم بس. طب وبالنسبه بقى اللي بيحضروا لعب الهجوم، لا على الله احنا ماشيين على الله، يعني انا جايب لك كيكي 60 ومدرب برشلونه على الله، والله كلها ماشيه على الله، احنا فعلا والله فرقة ماشية على الله، احنا سايبينها كده ويلا مسلمين نمر ويلا يا جماعة احنا هنلعب النهاردة على ميسي، وميسي لو ما جابش جون او حتى كمان حاول يعدي من الراجل علشان خاطر يخلصها هو ياخدتش في وشه يجيبها هو جون، يبقى عادي يا معلم، وميسي يحضر ركتيتش، وركتيتش عارف ان ميسي اساسا عايز يسربه من الفرقة، بس عادي يا معلم على الله.
والله مشينا على الله. انا بس يعني اكتر حاجه بتحرق دم الناس اللي بتطلع تتكلم يا جماعه الليجا وبيظلمونا والحكام، اللي هو يا اسطى انت بتتفرج على انهي ماتش بالظبط يا اسطى؟ يا اسطى احنا مش عارفين نوصل للجون يا ابني، يا ابني احنا بنعاني في الباصات بتاعتنا، رتمنا واقع، حالتنا ان لها 60 نيله. هتقولي شفت لما ادى الركن؟ ما انا بقول لك كلمه من اول الفيديو، بس انت اللي مش متابعني. احنا محتاجين ندي اللعيبه شباب فرص علشان خاطر اللعيبه الشباب دي هي اللي هتظبط الفرقه مستقبلا، علشان خاطر اعتمادنا على ميسي في يوم ما هنلاقي ان هو اعتماد فاشل كليا. احنا بقينا منتخب الارجنتين وش ميسي وعشر خشبات، حولناها عشر خشبات بالظبط. حتى يعني الفتره دي بسم الله ما شاء الله، يعني هو ميسي وكان معاه جوير في فتره المنتخب لما وصلوا نهائي كاس العالم، انما هنوصل لمرحله العشر خشبات امتى؟ الله اعلم بقى يعني. الله دي جت عليا بقى، الله اعلم فيها. بص انا عارف ان الكلام اللي انا بقوله لك مش هيعجبك، ولا هتعمل لايك ولا هتعمل سبسكرايب، بس براحتك، دي الحقيقه. احنا كسبنا النهارده، انا مش عارف احنا كسبنا ازاي. يعني احنا كسبنا بكره كانت طايشه راكيتيتش، الراجل مشكورا هو ديفندر، يعني هو كان نازل ديفندر مكان بوسكيتس، والراجل مشكورا راح وجابها جون. هتقعد انت بقى تقول لي بقى راكيتيتش العفي مش قابلين يا جدع، يا جدع كان راح وجبنا نيمار يا جدع. صباح الفل، نيمار اللي مبطل كوره بقاله سنتين يابا. بص كمل لوحدك، انا خلاص انا تعبت منك نفسيا، وتعبت من بارتين، وتعبت من كيكي، وتعبت من كل الناس في برشلونه. منظومه بتتعب الدم.